أهلا وسهلا فيكم وكل عام وأنتم بخير ببداية الشهر الفضيل. رح أحكي لكم عن الفونغ شوي. علم الفونغ شوي علم قديم جدا، يعني علم طاقة المكان. إحنا بنعرف إنه في طاقة مكان وفي طاقة زمان. رمضان المبارك من الطاقات الزمانية اللي بتكون فيها الطاقة كتير مرتفعة، وعشان نستغل الطاقة الزمان مع طاقة المكان رح أحكي لكم اليوم عن بعض الأمور اللي بدنا نعملها بالبيت بالمكان اللي بدنا إحنا نقعد فيه ونجتمع فيه ونعيش حياتنا فيه بالبيت. غرفة الجلوس من أهم الأماكن اللي كل أفراد العائلة تقريباً بيستخدموها. إحنا منأثر بالمكان والمكان بيأثر فينا، علشان هيك غرفة الجلوس لازم تكون هي المكان اللي بيجمعنا، بيجمع لمتنا، ضحكتنا، تفاعلنا مع بعضنا بوقتنا وبيومنا. بغرفة الجلوس بده يكون دائماً الأثاث بسيط جداً، الغرفة تهويتها ممتازة، إضاءتها ممتازة، دائماً الغرفة في حالة يعني نقول نظيفة، ننظف الغبر منها، ما تكون فيها كراكيب كتيرة، ما تكون فيها تكدسات للأثاث كتيرة. غرفة الجلوس بهمنا تكون تتجدد طاقتها باستمرار عن طريق فتح الشبابيك. هاي الأشياء اللي بحكي لكم إياها أكيد أشياء كتير معروفة بالنسبة للكل، لأنه طاقة بتتجدد من هذا الشيء. نحاول قدر الإمكان إنه بغرفة الجلوس تكون الألوان اللي بدنا نستخدمها ألوان نوعاً ما هادية، لأنه غرفة الجلوس هي دائماً نشاط، حركة، أهل البيت رايحين جايين، فبده يكون فيها ألوان تقريباً هادية. تعرفوا الألوان تأثيرها عالي جداً إحنا علينا كبشر، يعني الله سبحانه وتعالى لم يخلقها عبث، علشان هيك حلو نحط شوية ألوان منشطة بغرفة الجلوس، ونحط اللون اللي بده يخلينا نرفع الروحانية تبعت رمضان. اللون اللي بيرفع عنا الروحانية اللي هو لون شاكرا التاج بجسم الإنسان، اللي هو اللون البنفسجي. هذا اللون إذا إحنا فعلناه شوية رح يساعدنا على الهدوء، رح يساعدنا على السكينة، رح يساعدنا على توازن شاكرا أو مركز التاج عنا، اللي هو بتفعل كتير بالطاقات أو نقول إحنا الفرص والمواسم الطاقية العالية زي شهر رمضان. فعشان جسمنا يتفاعل مع هذا الأمر كلياته منفعل طاقة اللون البنفسجي بالمكان اللي إحنا متواجدين فيه. وكمان ممكن نفعل المكان اللي إحنا بدنا نصلي فيه، يعني مكان الصلاة يكون معظم أدواته لونها بنفسجي، سجادة الصلاة للسيدات، ملابس الصلاة، نحط مثلا حجر الأماثيست، هذا جدا الحجر بيساعد إنه إحنا نرفع روحانيتنا برمضان لأنه بتفاعل مع طاقة المكان. أيضا مكان الصلاة يكون برمضان في وسط المنزل. شو يعني وسط المنزل؟ يعني المكان المتوسط بين يعني اللي إحنا بنقعد فيه، مثلا غرفة الجلوس حلو نصلي هناك، معظم الأشخاص بيقولوا لا ناخد ركن. أعزائي المكان المتوسط بالمنزل هو بيجمع طاقة الين واليانج، بيعمل توازن، وهذا التوازن بيعمل على تفعيل كل إشي حلو بالبيت، تفعيل الوفرة، تفعيل البركة، تفعيل الخير، تفعيل الهدوء، تفعيل السكينة. عشان هيك لما منصلي بوسط المنزل شيء كتير رائع ورح تفرقوه كتير صدقوني. إذا كان وسط المنزل مطبخ أو حمام، منحاول نصلي بالركن الشمالي الغربي، بساعدنا كتير كتير على الشعور بالهدوء، بالسكينة، بالروحانية. كتير حلو أعزائي بغرفة الجلوس نحط الأشياء اللي دائماً بتشعرنا بالوفرة. يعني كتير بلاحظ إنه في أشخاص بحطوا مثلاً الورد المجفف، لا، الورد المجفف عبارة عن طاقة فقدت الحياة، طاقة موت.
بيحاولوا مثلا يحطوا امور، يعني هذه الامور الزرع لازم نتاكد انه الزرع يكون يانع غني متمتع بالحياه والخضره، هذا كثير مهم بغرفه الجلوس. دائما نهتم كثير كثير بالرائحه بغرفه الجلوس، يعني اجدد احط مثلا معطرات حلوه، كل ما كانت طبيعيه كل ما كان اروع واروع، أبخر بالأمور العادية، ونحاول ألفاظنا مع بعضنا بالمكان اللي بنجتمع فيه تكون حب وبركة وخير. وهيك بكون حكيت لكم بعض النقاط البسيطة اللي ممكن تساعدنا بشهر رمضان. كل عام وأنتم بخير، وعودة إليكي آيات.